الاخت ساره من الدار البيضاء اللي كتقول لك دكتور عماد عفاك هي بغات من عندك وصفه الوجه ديالها عندها فيه سيكاتريس أه. وبغات شي وصفه شكرا لكم باش تنصح الاخت ساره اذا تاخذ واحد البنانه اللي غتاخذ القشور ديالها تيبسهم يا اما تيبسهم في الشمس يا اما تيبسهم في الفران من يكون سخون طفيه وتخليه يبس وكتدق هذيك القشور كتخل كتاخذ منهم معلقه كبيره اللي كتخلطها مع معلقه كبيره ديال العسل الحر وكدهن بها هذيك البلاصه كدير بها واحد المساج مزيان في الليل كتخليها مده تقريبا ديال ساعه ثم كتمسح هذيك البلاصه المساله كديرها كل نهار مده ديال شهرين واش السيكاتريس في الوجه الا كانت قديمه ممكن السيدة يكون عندها أمل أنها تنقص شوية ولا تمشي تنق... نعم متفق معك ولكن المدة خصها تكون طويلة كذلك ديال الاستعمال حيت البشرة علاش كتقصح في ديك البلاصة وكيف وكي كنقولوا كيفاش كترجع لنا للحالة الطبيعية خصنا نحاولوا نحيوا دوك الخلايا اللي كيكونوا في هذيك البلاصة لان بحال الخلايا كيموتوا وكيتجمعوا اذا حنا كنحاولوا نجددوا الخلايا اللي كيكونوا تما باش كيعاودوا يطلعوا كيبانوا وبالتالي ما كتبقاش سيكاتريس